افتخر بهذا الشاب. طبعا الشاب هذا اللي بقول قصته مو موجود في جده الان، مو موجود في جده ولا هو موجود في المملكه. أذكر لك قصته. الشاب هذا زي كثير من الشباب بعيد، اعطاه الله عز وجل صوت حلو وصوت جميل، وفي ليله من الليالي اسمع كلام مثل هذا الكلام فيقرر التوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. اعلن علي توبه لله واوبه لله، وقال والله الصوت هذا اللي اعطاني الله عز وجل لا اسخره في خدمه الدين. فاقبل علي على حفظ القران، وبدا علي يحفظ القران حتى حفظ القران كامل. واكرم الله عز وجل انه يكون امام جامع في حي النزهه في جده. الناس كانت تجي لعلي من كل مكان عشان تسمع صوته. في سنه من السنين يمتلي مسجد علي في رمضان، يصلون وراء التراويح والقيام، صلى بالمسلمين.